السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس، معكم معلمتكم مس روان محمد. إن شاء الله اليوم رح نكمل الجزء الثاني من الدرس الأول في وحدة الجبر اللي بيحكي عن المستوى الإحداثي أو البياني، أو هو نفسه المستوى الديكارتي. المرة الماضية عرفنا كيف نطلع إحداثيات أي نقطة موجودة أصلاً مرسومة تلقائياً على المستوى البياني أو الديكارتي. اليوم رح نعرف كيف نرسم إحنا لحالنا محور السيناتوس ونعين النقاط عليه. بس قبل ما أبلش بمثال رقم 2 الموجود بصفحة 103، بدي أنبه على كم نقطة أخذناها المرة الماضية وشرحناها تلقائيا بالحصة. حكينا المرة الماضية لما شرحنا صفحة 101 في الصندوق اللي لونه أخضر، إنه إذا وقعت النقطة موجودة على محور السينات، يعني إذا كانت النقطة موجودة على محور السينات بيكون إحداث الصادي إلها صفر، أما إذا كانت النقطة موجودة على محور الصادات فيكون إحداث السيني إلها صفر. مثل مين؟ مثل سؤال رقم 1 الموجود بصفحة 103، في عندي كم نقطة زي ألف ودال ووار، بدي تنتبه لي عليها. النقطة ألف موجودة على محور السينات، صح؟ إذا وقعت النقطة موجودة على محور السينات، على نفس محور السينات، بيكون الإحداث الصادي إلها صفر، فعلى طول بتحط الزوج المرتم، تحط عند صاد صفر على طول. طب يمس سين، سين هي قيمتها الموجودة عندها، عند وين موجودة؟ موجودة عند الخمسة، إذا بحط عند السين خمسة. شوف دال، دال وين واقع؟ دال واقع على محور السينات، معناته على طول صاد تساوي صفر، بروح عند الإحداث الصادي بحط مكان صاد صفر. طب يمس سين كم أحط مكانها؟ النقطة اللي واقع عندها، عند وين واقع؟ عند السالب خمسة، بحط سالب خمسة. طب بدي أخذ النقطة واو، واو واقع وين؟ محور الصادات. إذا كانت النقطة واقعة محور الصادات بتكون سين تساوي صفر، على طول بروح بحط مكان سين يساوي صفر. طب صاد يمس، صاد بحط مكانها مكان النقطة الموجودة عندها، قيمة النقطة الموجودة عندها عند وين؟ عند سالب أربعة، إذا حطيت عند صاد سالب أربعة وحطيت مكان سين تساوي صفر. مفهوم؟ هلأ بدنا نعرف إحنا كيف بدنا نرسم إحنا المستوى البياني ونعين على النقاط. معناته مطلوب منك دفتر رسم بياني، بتروح على المكتبة بتطلب بتشتري دفتر رسم بياني، أو هو نفسه اسمه دفتر المربعات. هلأ دفتر المربعات عبارة عن دفتر عادي بيكون جواته صفحات، في عندي كل صفحة جوا بكون مقابلها صفحة، زي مثلا نتخيل هذا المعي عبارة عن دفتر رسم بياني، صفحتين بيكونوا قبال بعض، واحدة من الصفحات فاضية، زي يعني واحدة من الصفحات بتكون عبارة عن صفحة بيضة عادية زي دفتر، يعني من هون من هاي الجهة بتكون صفحة بيضة عادية. نتخيل هذا الدفتر يعني صفحتين قبال بعض في المستوى البياني أو الدفتر المربعات، بتكون صفحة عادية بيضة زي الدفتر هون الدفتر العادي، وبتكون الصفحة الثانية اللي قبالها عبارة عن صفحة المربعات، يعني بتكون مقسمة لمربعات زي هذا الشكل. بتروح انت للسؤال مطلوب منك تحله او بالمثال او شو مكان هو نوعه، بتروح عند الصفحة البيضاء بتكتب نص السؤال المطلوب، السؤال كامل مع الصفحة اللي موجود فيها مع رقم الصفحة اللي موجود فيها. اما على الصفحة التالية بتكون مربعات بتبلش ترسم المطلوب منك. يا نطبق احنا اللي احنا بدنا نرسم. هلا في عندي مثال رقم 2، نعين النقطة باء الاحداثياتها 4 او 2، ونعين النقطة دال الاحداث ياتها سوري النقطة سالب خمسة الصفر، ونشوف كل نقطة بأي ربع موجودة أو على أي محور موجودة. نتخيل معي هذا دفتر رسم بياني أو دفتر مربعات يا سادس. أول إشي بتلاحظ إنه الصفحة بتكون مقسمة إلى مربعات، ماشي؟ عليك لما تيجي ترسم المستوى البياني أول إشي ترسم محور السينات الأفقي ومحور الصادات الرأسي، وغالبا أرسم هذا المستوى في نص الصفحة. يعني تخيل هاي الصفحة عندي أنا بحاول أرسم محور السينات ومحور الصادات في وسط الصفحة، مش على فوق في أعلى الصفحة ولا بأسفل الصفحة ولا على اليمين كتير ولا على اليسار كتير، اني احاول ارسمها بنص الصفحة. فبقول لحالي بمسك مسطرتي او بدون مسطرة على الخط الرأسي برسم محور الصادات. هاي نتخيل هاد عبارة عن محور الصادات، هاي باللون الاحمر لونته بلون تاني عشان يبين، اذا هذا عنده محور الصادات فبروح بكتب عنده فوق هون محور الصادات عشان يبين. هلأ يا مس بدي أجي أرسم المحور الأفقي اللي هو عبارة عن محور السينات. خط الأفقي محور السينات عبارة عن خط أفقي، يا إما بمسك المسطرة وبسطره بحاول خليه بالنصف يقطع محور الصادات، يا إما بمشي بخط
مستقيم على خط الصفحة المرسوم أصلا. إذا أنا هيك أنا رسمت محور السينات، إذا سوري رسمت محور السينات وبكتب جنبيه سين أو محور السينات. إذا هيني أنا رسمت الخط الأعداد الأفقي اللي اسمه محور السينات زي ما تعلمنا، وخط الأعداد العمودي اللي اسمه عبارة عن محور الصالات. بعد هيك بتلاحظ إنه بصير عندي كأنها خطوط مقسمة على اليمين وعلى اليسار وفي الأعلى وبالأسفل. طلع بس شايف هاي النقطة، نقطة التقاطع هاي اسمها 00، الإحداثياتها 00، رسمناها المرة الماضية نقطة الأصل. محور السينات زي ما اتفقنا اللي على اليمين موجب واللي على اليسار سالب، هنا قيم موجبة هون قيم سالبة. هذا محور الصادات اللي بالأعلى موجبة واللي بالأسفل سالبة، معناته محور الصادات الموجب قيم موجبة هون، وهون عبارة عن الأعداد السالبة عبارة عن قيم صاد السالبة. ركز معي، أول خط شايف هذا الخط للمربع الأول، أول خط بيجي على يمين الصفر، مش هاي الصفر بحكي على يمين الصفر، عبارة عن واحد. دائما الصفر خط الاعداد، كنا نرسم خط الاعداد العادي في الرياضيات ونحط الصفر بالنص صح، ونحكي دائما على اطراف الصفر واحد، بس اللي على اليمين موجب واحد واللي على اليسار سالب واحد. كذلك هون هاي الصفر اول خط بيجي على يمينه موجب واحد، معناته الثاني عبارة عن موجب 2، بتحط هون رقم 2، الثالث 3، الرابع 4، الخامس 5. طب لوين يمس اضلني اكمل؟ ضلك اكمل على حسب الارقام الموجودة، يعني هالنقاط شو سين هون 4 وشو سين هون سالب 5، معناته بدك تضلك ماشي بالأعداد الموجبة للأربعة وبدك تضلك تماشي بالأعداد السالبة لتوصل لسالب 5. يلا نكمل، معناته هون وصلنا للأربعة، وصلنا خلص بكافي. بهمني كمان أوصل بالأعداد السالبة لسالب 5، لأنه هاي اسمها زي ما اتفقنا هاي إحداث السين، هاي إحداث الصادي، هون إحداث السين، هون إحداث الصادي. أنا هلأ بشوف الإحداثيات السينية، معناته السين كمان بدي أوصل، هون وصلت للأربعة، هون بدي أوصل كمان بالسين للسالب 5. أول خط بيجي على يسار الصفر، أول خط على يسار الصفر هذا سالب واحد، معناته اللي وراه سالب 2، اللي وراه هنا سالب 3، اللي هنا سالب 4، هاي هون سالب 3، هون سالب 4، هون سالب 5. ماشي؟ إذا هيني هون وصلت بقسمته أول خط، ما ببعد يعني ما بحاول أخلي الخطوط بعيدة عن بعضها، تلاحظ إنه المسافات بتكون متساوية بيناتهم. هاي أول خط سالب واحد، ثاني خط على طول سالب 2، ثالث خط سالب 3، رابع خط سالب 4، وخامس خط سالب 5، بكفي لهون. هلأ نشوف الصادات، الصادات رح أعتبر أول خط فوق الصفر، لأنه عندي الصاد يا إما فوق يا إما تحت، معناته أول خط فوق الصفر، وإحنا اللي حكينا فوق موجب، إذن هاي موجب واحد، هنا موجب 2، اللي وراها موجب 3، اللي وراها موجب 4. طيب أول خط تحت الصفر هاي سالب واحد، هون سالب واحد، اللي وراها سالب 2، اللي وراها هاي سالب 3، اللي هون سالب 4، اللي وراها سالب 5 للما لا نهاية. طب لو وين أضلني أكمل يا مس؟ ما بكمل، بطلع هون الصاد عندي هون 2، إذا بهمني أوصل الأعداد الموجبة لـ2، هون الصاد 0، إذا ما في سالبة، إذا ما بهمني هلأ هون السالبة، ولو كان بدي نقطة عينها بالسالبة هلأ رح نحكي عنها. يلا بدي أعين النقاط اللي بحكي عنها. أول نقطة بدي أجي أعينها عبارة عن 4-2. ركز معي، شو يعني 4-2؟ يعني أوصل على محور السينات وتحرك عند القيمة الأربعة الموجبة، بعد هيك ارتفع خطوتين للأعلى بمقدار خطوتين، إذا بدعين النقطة 4-2. يلا أول إشي دائما أنت لما تكون واق يعني تكون دك تعين، دائما تكون أنت عند الصفر ودائما بتبلش بالسين. شو يعني السين 4؟ يعني امشي لعند الرقم 4 على محور السينات. أيوة الموجب، ليش موجب؟ لأنها 4 موجبة، معناته وين محور السينات الموجب؟ هي هون، ما نروحش على اليسار. إذا بدي أمشي 4 خطوات لأوصل للرقم 4 الموجب، هيني وصلت للأربعة الموجب. بعد هيك يا مس شو أعمل؟ بعد هيك بحكي لك اتحرك لمحور الصادات. طب ما السؤال، الصادات الموجب ولا السالب؟ شو رأيكم؟ 2 موجبة، معناته محور الصادات الموجب. وكم طب اتحرك مس لحد ما توصل للرقم 2؟ ومن وين طب مس أرجع من هون؟ لا، من حد النقطة اللي أنت وصلت لها الأربعة. يلا هاي أنا واقفة عند الأربعة، بدي أطلع لأوصل للرقم 2 على محور الصادات. ليش أطلع؟ لأنه موجبة. هاي أنت أربعة، بدي أطلع بشكل مستقيم مش بمايل على نفس الخط اللي هو مرسوم، الأربعة لأوصل للرقم 2. وين الرقم 2 خطها؟ هاي الرقم 2 خطها. إذا هاي بطلع من عند الأربعة لأوصل للرقم 2 على محور الصادات، وأول ما أوصل هاي من عند الأربعة بوصل للرقم 2، أول ما أوصل للرقم 2 بحط نقطة وبكتب عندها ب.
اللي هي مطلوبة مني. ماشي، إذا هاي وصلت 4. نعيد نعيدها. أنا كنت وين؟ عند الصفر. من عند الصفر تحركت لعند 4 الموجب. ليش الموجب؟ لأنه هو كاتبها موجب طبيعي، لليمين واليسار لليمين أكيد. هاي من الصفر لعند 4 الموجب وصلت. بس بعد هيك بقول لي تحرك للرقم 2 الصادات، يعني يا بتحرك للأعلى يا بتحرك للأسفل. طب بناء على 2 موجبة، إذا تتحرك للأعلى خطوتين، يعني لأوصل لرقم 2 بمعنى تاني من 4 كيف؟ طب يعني هيك أروح؟ لا، بار بطلع بخط مستقيم لأوصل. بقول لحالي هاي الاثنين وصلتها ولا لا؟ اذا طلعت عند الرقم 2 وحطيت نقطه وكتبت جنبيها با. نشوف دال. دال بقول لي سالب 5 0.